يلا في مال له. وين؟ شنو؟ تبع فلوس الشاي اسويك شاي. والله ما شايل. عجل عزاك عباس، انا هم ما شايل. اقعد خل افهمك اقعد. يلا قاعد تفهمني. اسمع وليك، احنا خمان نضل كل عمرنا فقور. الله ويدك انا شايف. يمي قوم. اقف وفلوس الشاي. اي صدق وفلوس الشاي. اسمع تروح تغسل ومنك تطفر من السياج. حقك والله يراد لك كرين. اسمع انا راح اغسل وتشط من السياج وانت سلم نفسك. ها هاي هيك تبيع صاحبك تلعب على الواير الحساس. لقيتها. ايش لون ابو علاهن؟ هسه راح يجي خالد قوطيه قول له لا يروح عندنا شغل وياه. هذا امه مواته. شيلها عبود. اقول لك ما قلت ايش راح نسوي جوا. حلو قلت لي ايش راح نسوي. اي صدق ايش راح نسوي. يمي تعال يلا بنروح بالدم نفديك يا عباس. بنروح بالدم نفديك يا عباس. بنروح بالدم نفديك يا عباس. بنروح بالدم عسى هلا بالشيخه بالتلشيوخ. الهيبه بالتلهيوب. لا هاي شنو هاي الهيبه بالتلهيوب؟ قولوا لي اذا انتم محتاجين. سوينا من طريقكم جايكم الخير. تعالوا لي اذا انتم على الفوتو خلينا نشوف ايش وراكم. بنروح بالدم نفديك يا عباس. تعال احكوا لي يمه شنو الخير اللي جايبين لنا اياه. هو اللي يشوف الوجوه يشوف الخير. والله يا وجه الشوم ابا الحكمه شو يقول؟ ما تشوف غيري الا تجرب خيري. اي يمه واحنا لا شفنا خيركم ولا جربنا غيركم. احكوا لي ايش عندكم؟ انا فهمت حجيه. الصغار من تحكي الكبار. لا غلط. الصغار من تكبار الكبار. هم غلط. كمل. احكوا لي شنو الفاينل تسووها؟ بالعكس اصلا راح نفتخر بيكم. ها؟ دلو هم يفتخرون بينا. مثل ما قال زميلي سيادته جيبوا البطاطيق مال الانتخابات. اي يمه وش تسوون بهن؟ انت ليه تسالين؟ جيبيهن وما عليك. ولك جاوبها وانت ساكت. اجاوبها واني ساكت. يا جماعه انا افهمكم. اي وليدي فهمنا بلش نفهم عليك. دلو يريد نرشح للانتخابات. وانا وافقت. والله لو مو مكانتي بين الناس وعيب كان جبتنا بزيج مو؟ عادي. لا هاي مو اخلاق ابني. وبعدين انتو وين؟ والمناصب وين؟ وليه بالله الحرامية بيش احسن مني ومنها؟ لا وليدي الانتخابات تريد ناس مسنودة او عندها مؤهلات ولو مرات المؤهلات ما لها داعي وما تشتغل. بس احكوا لي شنو مؤهلاتكم اللي تخلينا ننتخبكم؟ يعني راح نوزع لكم بطانيات. لا صيف. عندكم مباردات؟ اي ما عندنا. دلو ترى ما عندنا هيك فلوس. ولك لا هو ماكو بيت ما بي مبرده بس هاي حكايه التنقال. عندكم موبايلات؟ ها انت من جماعه الكرت ابو الخمسه. ومن قال لك راح نفتح شمار بكرت؟ بكرت زين؟ لا دلو خليها ثلاثه يستاهلون. لو بس اعرف ليش تحبون ترخصون المواطن؟ لا يمه مرات المواطن هو يرخص روحه. اكو ناس انتخبت بلفه وقوطيه بيبسي. اها وشهد شاهد من اهلها. انتم بيش احسن منهم؟ لفه وقطيه بيبسي يعني بالله. اللفه بيش؟ بلف. الف وقطيه 500 ربعين يعني 1000.5 ربعين. احنا ناس عندنا كرامه وهمش المصلحه العامه. قامت تحكي لي بالكرامه. كلكم هيك ومن يفوز سيادته تجون تتلقلقوله. هذا الخريط عوفوه كله. ايش راح تقدمون للمدينه؟ حلو سؤال وجيب من انسان تافه وراح اخلي سيادته هو يجاوبك. جاوب سيادتك. دلو احنا صدق بشنو راح نفيدهم؟ جاوب لا تفضحنا. والله يا جماعه احنا رشحنا على مدى فلوس. لا احنا حطينا المكان المناسب بالشخص المناسب. ايه وش راح يسوي الشخص المناسب؟ اها انا اللي احبك. ليه تقول شو يسوي؟ قول انه بشي يسوي. ولك احكي وانشب ايش راح يسوي؟ ايه صدق ايش راح يسوي لك؟ راح ابطلهم الشوارع. بعد ايش تيجون تطلبون الاطلابه؟ وانتو بيت ساندي اخذ التبليط يوصل غرفة النوم. بزعنا من هاي الكلاوات شوفوا لكم غير كذبه. لا وراح نسوي لكم منتجعات سباحيه. دلو سياحيه لا تفضحنا. لك لا سياحيه ذيك مال حراميه يكذبون على العالم. منتجعاتنا السباحيه يعني هم تنتجع
وهم تسبح. واكيد من نحتاجه راح نلقى تليفونه مغلق ونبدل خطه. طبعا ان شاء الله تريدين سياده عضو النائب رقمه عند شعيط ومعيط لازم يبدله. استفاد لا قبضنا. بس اطمئنوا راح يصير عنده سكليتر خاص ايش اسمه؟ سلكتير خاص بيه هو يرد على وادم. سلكتير دلو انا ما القى احسن منك سكلتير. والله والنعم اطمئنوا ما زال انا اسلكتير مال سيادته. لا ديرون بال. اي والله ايش راح تسوي؟ راح ابدل خطي طبعا ان شاء الله تريد رقم سيادته السلكتير مال سيادته متاح لامثالك. اثاريكم ما تختلفون عن غيركم. بس اطمئني حتى سفرات نطلعكم وانت لين غالي علينا نوديها عمره. دقوا موليدي اخذ سيادته وشفوني شركم. دلو شو دوله ما اقتنعوا؟ انا قلت لك هاي اللشه وهذا الاصماخ مو مال سيادتك. صدقت والله يا وليدي. بالعكس سيادتهم كلها ثقال. دمشي ذولا ما ينضحك عليهم. قوم خلينا نشوف غير بيت. بس وينكم وليداتي؟ لا تنسون رب العالمين راح يسلق والد والديكم. يسلق والد والدينا؟ عجب عينك دلو ما ذكرتها هاي. فذكر ان نفعت الذكرى حبيبي عبوسي. طيني قفوك بوجهك على امك. على امك.